بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، كل التحية للمنظمين والمشاركين والمتابعين لهذه الندوة، كل المحبة والدعم مع الفخر والاعتزاز للصامدين المرابطين من أهل فلسطين في غزة والضفة والقدس وحول بيت الله المعظم المسجد الأقصى. كل اللعنة والخزي للصهاينة المعتدين الظالمين الكاذبين الذين يدعون زورا وبهتانا أنهم بنو إسرائيل وأنهم أهل الحق التاريخي المزعوم في هذه الأرض المقدسة وأنها إسرائيل وليست فلسطين. كل الفضيحة والعار لبني يعرب من المطبعين الخانعين المتذللين لأسيادهم في واشنطن وفي بروكسل وفي تل أبيب. أبدأ بأن أهدي كلمتي هذه إلى روح الشهيد الذي فارقنا مؤخراً، وقد صعدت روحه المظلومة الطاهرة إلى ربها من سجن العقرب، تشكو إليه الظلم وتشكو إليه الخيانة، إلى روح أخينا الشهيد الدكتور عصام العريان وأمثاله من الشهداء، شهداء القضية، قضية الإسلام، وشهداء قضية أمة الإسلام، وشهداء قضية استرجاع هذه الأمة لمجدها وكرامتها واستقلالها من استعادة المبادرة من السيادة إلى القيادة إلى الريادة إن شاء الله. وكل إخوانه شهداء قضية الإسلام، وفي قلب هذه القضية الكبرى، قضية الإسلام، قضية فلسطين. بعد هذا الإهداء أريد أن أستغل الفرصة لأشير إلى قضية بدأنا نقلق قلقاً حقيقياً منها. حديثنا اليوم عن المسجد الأقصى، وهو مسجد مخصوص كما بيّن شيخنا الريسوني حفظه الله، ولكن الحديث عن المسجد مناسبة للحديث عن المساجد. ولقد بدأنا نقلق من استمرار إغلاق أغلبها والتضييق الشديد على البقية الباقية منها بحجة أخذ احتياطات واحترازات طبية ووقائية تفهمناها أيام كان الإغلاق التام لكل المؤسسات التي هي مظنة الاختلاط ونقل العدوى. أما وقد فتحت الأسواق والشواطئ والمقاهي والمطاعم والخمارات بلا قيد ولا شرط ولا توفير للحد الأدنى من التباعد الاجتماعي، ولست أدري كيف سيضع الناس في المطاعم كمامات وهم يأكلون، أو في الخمارة كمامات وهم يشربون الخمر، أو في المسابح والشواطئ كمامات وهم يسبحون. ثم المساجد التي عبرت عن أعلى مستوى من الانضباط بوضع الكمامات واستعمال المطهرات وحمل السجادة والتباعد بأمتار وليس متر واحد، التي ما زال أغلبها مغلقاً والجمعة فيها ملغات، بالإضافة إلى ما مر علينا في رمضان والعيدين وغيرها من المناسبات. أبي هذه الاحتياطات التي تخص المسجد وحده نتقرب إلى الله حتى يرفع عنا هذه البلاء ويرفع عن الأمة وعن البشرية هذا البلاء؟ علق أحد الظرفاء بقوله: لعل فيروس كوفيد-19 فيروس محافظ لا يذهب إلا المساجد ولا يحب أماكن اللهو وأماكن الحرام. بمناسبة الحديث عن مسجد من أعظم بيوت الله، أنبه إلى أن الاستمرار في التضييق بحجة التحوط على المساجد بخلاف المصانع والأسواق والمسارح
والمسابح والشواطئ هو أمر لا يمكن أن يفهم بالعقل، فكيف أن يقبل بالذوق؟ فكيف أن ينظر إليه إيجابيا بالشرع؟ النقطة الثالثة، أشار شيخنا مقارنا ومبينا حالة الانحدار والمنحنى البياني لهذا الانحدار، أشار شيخنا إلى نقطة البدء في أول سنة حصلت فيها حادثة الإحراق المدبر للمسجد الأقصى ولمنبره الأيوبي. وبالمناسبة صنعه زينكي وحمله الأيوبي، وانتصب قرونا في مكانه الطبيعي بجوار المحراب قبل أن يتم تدبير إحراقه بكل لؤم وخسار. أشار إلى أن رد الفعل بالتداعي إلى مؤتمر جامع بالمقارنة مع اليوم هو دليل هذا المنحنى الحاد والمؤسف. وأنا عطفا على كلامه وتأييدا له أذكر بالدائرة الأصغر بعد العالم الإسلامي التي دائرة العالم العربي، ولنقارن بين أول حدث تطبيعي رسمي عندما ذهب السادات إلى القدس سنة 1977، وكيف تداعى العرب رسميا إلى مؤتمر بغداد الذي سحب فيه الرئيس صدام حسين مسدسه وأشهره على المنصة وهو يرأس المؤتمر، وقال كل من يفكر في أن يذهب إلى الصهاينة ليطبع معهم ويمنحهم الشرعية فإنني أقول له إن الجواب في هذا المسدس. وعندما قتل السادات خرج ياسر عرفات في شوارع بيروت يرقص ويطلق الرصاص من مسدسه فرحا بمقتل عراب المطبعين العرب ورائدين. كيف هو اليوم الوقت؟ وكيف هو الحال؟ وكيف هو رد الفعل؟ ولهذا أبادر من المقدمة إلى الخاتمة بالقول أيضا مرة أخرى تأكيدا لما قاله شيخنا الريسوني أن المعول اليوم وفي هذه الساعة الكالحة التي نسأل الله أن تكون من قبيل ما قاله جمال الدين الأفغاني، إن أحلك ساعات الليل ما كان قبيل الفجر وإن مع العسر يسرا، مستدلا بالقرآن الكريم في ذلك، في هذه الساعة المعول على الشعوب على محدودية إمكانيات هذه الشعوب وعلى كون هذه الشعوب لا تملك لا القرار السياسي ولا القرار القانوني ولا القرار الدبلوماسي ولا القرار العسكري، ولكنها تملك القرار الاستراتيجي الذي هو أن ترضع لبان الرفض والممانعة ورفض التطبيع واستمرار النظر إلى العدو الصهيوني كجسم غريب مزروع في هذه الأمة مرفوض، وتقوية مناعة الجسم الإسلامي حتى يستمر في رفض هذا الجسم المزروع داخله. المعول فقط على جماهير المسلمين، والمعول فقط على رفع هذه المناعة، والمعول فقط على البعد الاستراتيجي في القضية بعد أن أضعف الحكام كل هذه الأبعاد الأخرى. للتذكير فقط إن هذا السلوك الإجرامي الذي شرحه أخونا الفلولي تجاه حرق المسجد الأقصى وذكره أيضا شيخنا أبو راس بأن السلطة المحتلة قطعت المياه وتعمدت أن تتعلل بخطأ تقني أو عطب تسبب في تأخر عملية إطفاء النيران، وللتذكير أن هذا السلوك منهجي عند أعداء الأمة حتى فيما يتعلق ببيوت الله العادية، وكل بيوت الله عندنا معظمة ولو أن هذه الثلاثة في مقام. زرت كندا من سنوات ودعيت لإلقاء خطبة الجمعة في مسجد اسمه مسجد فاطمة في مدينة مونتريال، وحددت بعد الصلاة في أن هذا المسجد اللصيق وليس القريب، اللصيق لإدارة الإطفاء، تم إحراقه بفعل فاعل منذ سنوات قبل ذلك التاريخ، وتلكأت وتماطلت إدارة الإطفاء الكندية التي لو أشرعت خراطيمها من نوافذها لأطفأت النار
في مسجد من 3 طوابق تلكأت واعتذرت، رغم أن الإطفاء في كندا من الفاعلية والجهوزية، بحيث على اتساع رقعة مونتريال إذا استغاث إنسان بالإطفائيين فلم يصلوه في طائرات عمودية إذا بعدت الشقة وكثر ازدحام الطريق بعد 5 دقائق، يحق له أن يرفع دعوى قضائية عليهم وأن يطالبهم بتعويض كل ما أفقدته النار من خسائر. فلا عجب أن يكون هذا هو المنهج. الثانية، هذا الذي نسب إلى الجنون وبرئ بسرعة، أسترالي مسيحي ليس يهوديا، المفروض أنه جاء إلى فلسطين للسياحة. ما الذي يجعل أستراليا مسيحيا يساهم مع الصهاينة في الإضرار بممتلكات المسلمين ومقدساتهم؟ بل لماذا شارك الأستراليون بمئات الآلاف في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية تطوعا دون أن يلزمهم أحد بذلك؟ تقول المصادر الغربية أنهم فعلوا ذلك بروح مسيحية، أقول صليبية. أقول للمطبعين في بلادنا الذين ينكرون علينا نشتغل بفلسطين ونحن نسكن المغرب، أو ينكرون على إخواننا في العراق أو في أندونيسيا أن يفعلوا ذلك، ألا يخجلون من هؤلاء الصليبيين الأستراليين والنيوزيلنديين يأتون لكريهة الحرب والإبادة الجماعية ويقدمون آلاف الأرواح في تضامن صليبي واضح بروح مسيحية صريحة، حتى لا أقول وقحة، في حروب دول استعمارية جشعة رأسمالية متوحشة تتقاتل على الفرائس والغنم؟ ذكرى إحراق المسجد الأقصى، ونحن اليوم في الذكرى 51، ينبغي أن ننقلها كالمشعل من جيل إلى جيل، وأن نحول لهب النار الذي أحرق المنبر الأيوبي الزنكي الأيوبي إلى مشعل ننير به في ظلمات النسيان والتآمر على الذاكرة للأجيال الحالية والمقبلة، ننير به الوعي تجاه القضية، مركزيتها واستراتيجيتها وأهميتها وعقائديتها وحساسيتها. كما قالت أختنا نزيهة أمعاريج حفظها، سيبقى هذا المسجد الذي كان قبلة صلاتنا قبلة وعينا وقبلة رؤيتنا الاستراتيجية وعقيدتنا القتالية بإذن الله تعالى. أما المطبعون فحسبهم كما أشار الفلولي إلى أن الذي صفعهم وفضحهم وأذلهم وأخزاهم هو سيدهم نتنياهو، فهو الذي قال لا تزايدوا علينا، لم نستجب لتطبيع بني أبي ظبي بمقابل ولو مؤقت هو تعليق ضم الضفة الغربية، وإنما فعلنا ذلك استجابة لرجاء الأمريكيين إخوانهم. ولهذا لا يسوقن أحد علينا وهما، من السادات إلى محمد بن زايد، الكل يتمسح بالقضية الفلسطينية ويبيع لنا التطبيع الذي يقوم به خدمة لكرسيه ومصلحته وأنانيته بوهم أنه يفعل ذلك خدمة لفلسطين. ولقد سمعت من مسؤولين مغاربة في بداية الألفينيات أنهم يريدون أن يبنوا علاقة مع إسرائيل يخدموا القضية الفلسطينية، كما أن الأتراك من خلال اعترافهم بإسرائيل يخدمون القضية الفلسطينية، وهذا نوع من التغليط، لأن لتركيا حجما وموقعا جغرافيا وسياقا تاريخيا مخالفا لحجم وموقع وسياق المغرب. لقد وجد الأتراك أنفسهم يرثون تركة ثقيلة هي اعتراف كمال أتاتورك ويهود الدونما وأبناء الاتحاد والترقي وماسون العلمانية المتطرفة الصهيونية الذين عزلوا السلطان عبد الحميد الثاني وألغوا الخلافة وأسسوا أشرس علمانية في العالم العربي،
وجدوا أنفسهم يرثون من التركة الثقيلة التي الاعتراف بما يسمى إسرائيل. فحاولوا بعد صحوة دينية وتخلص من الأتاتوركية أن يستثمروا أمرا واقعا لا يستطيعون رفعه الآن، وأن يروا له وجها آخر هو وجه خدمة فلسطين. ولهذا آخر ما فعلته تركيا، وأنا لا أدافع عن تركيا ولا أبرر تطبيعها ولا أبرر استمرار علاقتها مع إسرائيل، لكن السياق مختلف. آخر ما فعلت فلسطين تركيا أنها إذ شحنت طائرة بالمعدات الطبية لمواجهة كوفيد 19 إلى إسرائيل، اشترطت على إسرائيل قبل أن تقلع هذه الطائرة أن تأذن بطائرة مماثلة لغزة. ولهذا لا يسوقن علينا أحد وهم أنه إنما يطبع لخدمة الفلسطينيين، فإن أول من سيفضحه ويذله ويحرجه ويخزيه نتنياهو، لأن نتنياهو لا يريد من يسوق هذا الوهم لشعبه فيضر به وفي الانتخابات، لأن الوجه الآخر لمثل هذا الكلام وأن يغضب عليه شعبه المتطرف الذي يريد التصويت عليه كلما أمعن في الإضرار بالفلسطينيين. وثانيا الجواب من السلطة الوطنية الفلسطينية المتهالكة المطبعة التي استمدت شرعيتها من شرعية إسرائيل بمنطق مقلوب، ثم إنها ما زالت تنسق أمنيا، أي بعبارة أخرى تمنع المقاومة والانتفاضة في الضفة الغربية رغم ادعائها منذ إعلان ضم الضفة الغربية أنها أوقفت هذا التنسيق الأمني. هذه السلطة المتهالكة المقلوبة الشرعية الفاقدة للشرعية الانتخابية، محمود عباس انتهت ولايته منذ 9 يناير 2009، وهو منذ 11 عاما رئيس بدون شرعية انتخابية. ورغم هذه السلطة المتهالكة البائسة المتورطة فإنها أدانت الخطوة الإماراتية، وأدانتها بأشد اللهجات، وحذرت دولا أخرى أن تمضي على الطريق، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية أحست بكارثة كرة السبحة. إذ بدأ الحديث عن البحرين الشهر القادم وعن السودان قبل نهاية السنة، والتلميح إلى المغرب في محاولة إلى جر رجليه في القضية. وحي الله أخانا الفلولي إذ قال إن الأمر مساومة خبيثة على قضية وطنية بقضية عربية إسلامية، وإن المغرب رسميا على الأقل يعي لحد الآن أن هذا الوهم، هذه المقايضة الكاذبة المزعومة، ليست سوى خديعة أخرى من خدائع بني صهيون. سبحان الله، لم نعتبر لا منذ كامب ديفيد ولا منذ أوسلو بأن كل الذين راهنوا على التودد لإسرائيل والاعتراف بها وتقديم الخدمات بها انتهى بهم الأمر، إلى أن نبذوا من أسيادهم ونبذوا من العدو الصهيوني ونبذوا من شعوبهم، كيف لا، وتلك إنما هي ترجمة لغضب ربهم عليهم. ليذكر الجميع لمدى لبنان اليوم رغم كل محنه ومعاناته وآخر التفجير الزلزالي أبو زيد الوقت نوعي. إن لبنان الضعيف الصغير المجاور لإسرائيل بين قوسين الذي يتمزق إلى 17 طائفة يرفض رفض تام، وهو دولة حدودية نقيم اتفاقية سلام، لأن لبنان جرب على الأقل ليس بجميع طوائفه ولكن بفئة من الموارنة راهنوا على يدي الهالك بشير جميل على دعم إسرائيل ليقلبوا المعادلة ويستقووا على بقية الطوائف المسلمة وغيرها ضد من يزعمون أنهم الطائفة المستهدفة هم المسيحيون. ونذكر عندما استقدم بشير جميل شارون إلى بيروت ونصب على الدبابة إسرائيلية رأي، كانت أن شارون في أول اجتماع لمجلس الحكومة حضر بصفته الغازي قائدا
الجيش وأهان في المجلس وهم بصفعه ونهره وأصدر له الأوامر وذكره بأنه جاء على متن دبابته، فاستوعب الموارنة المسيحيون قبل غيرهم أن الرهان على إسرائيل خاسر خسرانا وبائر بوارا. ولهذا اليوم مع كل محل لبنان، لبنان ليس في سياق التطبيع لا من الموارنة ولا من حزب الله ولا ما بينهما من طوائف، والسبب أنهم جربوا وعرفوا لم يكفي أن يقدم المسيحيون وطنهم لبنان وأن يقدموا ولاءهم لإسرائيل وأن يقدموا الدم المسفوح في تل الزعتر وفي صبرا وشاتلة، ومع ذلك كان النتيجة أن أهينوا من قبل الصهاينة وأذلوا. نعم، أذكر حكام أبي ظبي الذين لا يمثلون شعبهم الإمارات ولا يمثلون أبناء الإمارات، وأذكر من قبلهم من حكام الرياض الذين لا يمثلون الشعب السعودي ولا أبناء الجزيرة العربية الحرة الأبية، أذكرهم بالسنة الكونية التي صاغها حديث نبوي شريف: من أعان ظالما سلطه الله عليه. ولقد رأينا هذه السنة عبر التاريخ، وإن للتاريخ قوانين وسنن قال الله سبحانه وتعالى عنها أنه لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. المعول على الشعوب، المعول على العلماء، المعول على النخب، المعول بعد الله تعالى على الحركات الإسلامية، المعول قبل هؤلاء جميعا وبعد الله تعالى سبحانه وتعالى على أبناء فلسطين، على أبناء غزة الصامدين، على أبناء القدس المرابطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.